حد قال انه بيتقال ان المسيح هو الجوهره والعبره كانت العلبه، خلاص خدنا الجوهره ورمينا العلبه. اولا التعليم ده غير مستقيم تماما. ليه؟ ما معنى التجسد؟ التجسد معناه المسيح له المجد وهو اله من اله، نور من نور، مولود من الاب قبل كل الدهور، موجود منذ الازل، خد من احشاء العذراء جسده. يعني المسيح لحم ودمه من لحم ودم العذراء. علبة ايه وجوهرة ايه؟ ده في ارتباط وثيق. هي الجوهرة واخدة حاجة من العلبة، انما المسيح واخد جسده ناسوته من بطن العذراء. دي مش علبة، دي امه. واللي يقول كده على امه يبقى بصراحة مش مؤدب. لما يقول امي مجرد علبة طلعتني، ازاي بقى؟ إذا كنت أنت بتحترم أمك وبتقدرها، مش عاوزنا إحنا نقدر أم الله؟ هتقول لا، ما تقولوش أم الله. عارفين لو واحد ما رضاش يقول أم الله ما يبقاش الحياة يستاهل يبقى مسيحي. ده كلمة أم الله أو والدة الإله دي خدت 100 سنة مناقشات في القرن الخامس، وكلفت الكنيسة القبطية آلاف من الشهداء، وأصرت عليها الكنيسة، وانتهى العالم بالإجماع إلى نص بنقوله لغاية النهارده كل يوم في الصلاة: معظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله. هو ده كان قبل ما يكون في كاثوليك أو بروتستانتي. لما يطلع واحد النهارده بروتستانتي ما يقدرش يقول والدة الإله، يقول أنت مش مسيحي، لأنك معنى كده اللي اتولد من العذراء إيه؟ إنسان عادي. عشان تقول هقول ام يسوع بس، هو يسوع ده بالنسبه لك ايه؟ انسان عادي، يبقى مش مسيحي. ده المسيح له المجد، ربنا يسوع المسيح مولود من العذراء بشهاده الملاك، يقول القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ولا هو بقى قدوس بعدها؟ ده اتولد قدوس. اذا الله القدوس مولود من العذراء، اله متجسد، لاهوته لن يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين. عشان كده يجوز، بل يجب ان نقول ان العذراء والده الاله. انما ده مش معناه ان العذراء ام اللاهوت، لا، العذراء انسانه، انما اخذ منها ناسوت طبيعي. وبعدين كون المسيح كرم امه، وكونها هي قالت بالروح القدس، هو ده منذ الان جميع الاجيال تطوبني. مش قالت الكلام ده بالروح القدس؟ لما ترجع الانجيل الوقت تلاقي كده. طيب لما انا نطوبها النهارده، مش احنا من جميع الاجيال، يبقى بنعمل اللي قال عليه الروح القدس. الغلط في اللي عملناه. الحقيقه العداوه مع كرامه العذراء، كرامه القديسين، بحركها نوع من التعالي والكبرياء، لانه بيتقال من ورا الكلام ده كلنا قديسين زي بعض. احنا بقى متواضعين، بنقول لا، العذراء دي كبيره واحنا صغيرين وما عندناش مانع نقول كده، والعذراء دي امنا وهتفضل امنا غاليه علينا وهنحبها، ولكن عمرنا ما هنسويها بربنا. اذا كان ده اللي بيقلق بعض الناس، ابدا. انكار الشفاعه والقديسين مصدره نوع من رفض الكهنوت والفرديه في العلاقه بربنا. يعني ايه؟ يعني انا عاوز انا وربنا، مش عاوز حد تاني. فربنا قال كلنا نبقى واحد وكلنا نشجع بعض. والكتاب نفسه قال تربط البار تقتدر كثيرا في فعله، وادانا مثل: كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا، ووصل له وبعدين قفل السماء، وهكذا. طيب هو تربط ايليا زي تربط اي واحد يهودي في الوقت ده؟ طب ليه بتقول كلنا زي بعض؟ ما ايليا كان يفرق. هتقول بس ده كان عايش. أقول لك مالكش حق تقول كده. هما القديسين بيموتوا. أمال إيه معنى كلمة ربنا يسوع: من كان حيا وآمن بي لن يرى الموت إلى الأبد؟ تقول عليهم ماتوا إزاي؟ هو أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول ماتوا بالمعنى الروحي؟ لا، ما ماتوش طبعا، لأن ربنا إله أحياء مش إله أموات. إذا كان ربنا سمى دخول باب الملكوت حضن أبونا إبراهيم، ربنا بيكرم قديسيه ولا ينزعج ابدا من اكرام القديسين. ومن يكرمكم يكرمني. لما نكرم ماري جرجس واي قديس، احنا بندي كرامه لربنا. هو ايه اللي عمله قديس غير ربنا؟ ما هو
وثقنا ربنا فيه بروح القدس هو اللي عمله قديس. القلق من الشفاعة أعتقد بيحركوا نوع من الكبرياء. خلينا احنا متواضعين على قدنا ونجري على القديسين نطلب شفاعتهم دون أن ننحرف سنتي عن التعلق بالمسيح والإيمان به. يقول بولس الرسول في عبرانية 12 لنا سحابة من الشهود مقدار هذه، كان يقصد الأنبياء اللي قبل المسيح يضاف عليهم القديسين اللي بعد المسيح، محيطة بنا. يعني الناس دول محوطنا. هتقول محوطنا ازاي؟ واسأل بولس هو اللي قال كده، سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا وليها نتيجة، فلنطرح عنا كل ثقل وخطية محيطة بنا بسهولة. يعني ده لما الواحد يحس بعشرة القديسين والانتماء ليهم يرفض الخطية بسهولة، لأن تبع ناس قوية جدا. لما يقول الذين معنا أكثر من الذين علينا، ما هي دي سحابة الشهود، ملائكة وقديسين عبر كل العصور دول اللي معانا. أنت بتبقى لوحدك وتقول الآية دي، الذين معنا أكثر من الذين علينا، جوه منين اللي معاك دول إلا جماعة القديسين والأبرار والملائكة؟ عشرة القديسين وشفاعتهم نعمة كبيرة ربنا ادهلنا، وخسارة حد يضيعها من ايده وينكر وجودها يبقى خسر كتير.